السلام عليكم. أول مركز تجاري ضخم يتم إنشاؤه حاليا بالواجهة البحرية لمدينة وهران، وبالضبط في المنطقة المسمات العقيد لطفي، بالقرب من فندق ميريديا. يعتبر هذا الإنجاز من أكبر المراكز التجارية في الجزائر، ويسمى بمركب إريتاج مول. وهذا المركز التجاري من تصميم شركة إيطالية بيانكو جيانو، والآن حاليا في حوالي 70 إلى 80% من نسبة الإنجاز. وهنا نشوف الصور. المركز التجاري هذا فيه حوالي 6 ولا 7 طوابق، يعني يعتبر من أفخم المراكز التجارية في الجزائر. هنشوفه هنايا، وحتى التصميم ديالو يعتبر جيد. نترككم مع الصور، والسلام عليكم.